السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ابتدائي، أهلا بيكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة الترم الثاني من منهج كونكت، وهناخد الدرس الأول بيتكلم عن الوظائف. أول حاجة وظيفة اسمها جوب جوب جوب، وظائف بقى الجمع بتاعها اسمها جوبز جوبز جوبز. طب عايز أحفظها، مش عارف أحفظها إزاي. بص يا سيدي، أقولك على طريقة حلوة أوي تحفظ بيها الكلمات بمنتهى السهولة وتخليها دايما ما تنساهاش بعد كده، اللي هي إيه؟ بعملها حروف واغنيها مع بعض، يعني جوب جي او بي اس جي او بي اس. طب كلمه زي دكتور، لو دكتور دكتور دكتور، عايز احفظها اعمل ايه؟ دي او سي تي او ار دي او سي تي او ار دي او سي تي او ار، او الافضل اللي انا اقولها ايه؟ دي او سي تي او ار دي او سي تي او ار دكتور دكتور. دنتست، طبيب اسنان او طبيبه اسنان اسمها دنتست 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 دي اي ان تي اي اس سي تي دي اي ان تي اي اس سي تي دي اي ان تي اي اس سي تي. هعمل كده في كل الكلمات اللي هتقابلني، هتلاقي الموضوع ده مسهل عليك قوي وهتخليك تحفظ من غير ما تنسى. فطبعا لو بابا وماما بيسمعوني دلوقتي، الطريقه دي متبعه مع الاطفال تبقى مفيده جدا جدا جدا، تخليهم يحفظوا الكلمه، لان طبعا لو جيت تشوفوا دلوقتي هتلاقيهم بينسوا كل الحاجه اللي بياخدوها، بس لو سمعوا اغنيه هتلاقي البلد كلها ماشيه تغنيها. ليه؟ عشان اللحن مش عشان الاغنيه. والدليل على كده طبعا اغنيه شيماء اللي طالعه اليومين دول اللي خربت الدنيا، فتلاقي كل الاطفال كل الطلبه اللي عندي ماشيين بيغنوا شيماء في الشارع. هي لا كلمات ولا اغاني ولا صوت ولا اي حاجه خالص، اللحن بتاعها بس هو اللي الريتم بتاع اللحن ده هو اللي شديدهم شويه. فاحنا هنشتغل بقى على حته اللحن دي، اللي هو ان انا لحن له الكلمه او اقسم له الكلمه زي نظام اغنيه كده. دي اي ان تي اي اس سي تي، ممكن اقول دي اي ان تي اي اس سي تي، على حسب اللحن اللي يثبت معاه، يعني مش شرط حاجه معينه في الكلمه، لا على حسب اللحن اللي هيثبت معاه. طب فات في اي تي في اي تي في اي تي وهكذا. طيب رجل مطاف اسمه فاير فايتر فاير فايتر فاير فايتر، دايما جي اتش لما يجي بعدها تي ما بتنطقش، جي اتش لما يجي بعدها تي ما بتتنطقش. فاير لوحدها يعني نار او حريقه، فايتر يعني مقاتل او محارب، ففاير فايتر على بعضها بقى اللي هو ايه؟ رجل مطافي اللي هو بيواجه النار بيطفيها يعني. طيب ضابط شرطه اسمه بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر، مدرس تيتشر 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 تي اي اي سي اتش اي ار تي اي اي سي اتش اي ار تيتشر تيتشر تيتشر، مهندس engineer 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 engineer. طيب لو عايز اتكلم بقى عن وظيفه بتكلم ازاي؟ احنا قلنا قبل كده ان الاي فيرب تو بي بيجي بعده فيرب تو بي اللي هو يكون. الاي بتاخد ام، هي وشي وات بياخدوا از، وي ويو زي بياخدوا ار. فهنا بقول لك ان هي وشي بيجي بعدهم از، وبعدين اي او ان واسم الوظيفه. لو عايز اقول هو مثلا بيشتغل دكتور يبقى هي از ا دكتور، هي مثلا مدرسه يبقى she is a teacher. طب لو عايز اتكلم عن نفسي اعمل ايه؟ بدل ما احط he is احط ايه؟ I am. الاي بتاخد am، من قبل كده I am، he و she و it ياخدوا is، we و you they ياخدوا are. فاقول ايه؟ I am، يعني انا عايز اتكلم عن نفسي اقول ايه؟ I am a teacher I am a teacher، انا مدرس. he و she اقول ايه؟ is. طب افرض زي، يعني قابلت مجموعة من الدكاترة ماشيين مع بعض، فأقول إيه؟ they are doctors، هم دكاترة. طيب إحنا دلوقتي خلينا في وشي وات، طبعًا مفيش ات، مفيش ات هيبقى شغال وظيفة، لأن بتيجي لغير العاقل، فغير العاقل مش هيبقى شغال في وظيفة، عشان كده بقول هي وشي وأس. بيجي بعدهم إز، وبعدين إيه أو إن، وإيه؟ اسم الوظيفة. طب إمتى أحط إيه؟ وإمتى أحط إن؟ فاكرين لما خدنا الرسمة دي قبل كده؟ اللي هما قلنا إيه ضربت إيه قالت أي أو يو، بالظبط هي دي. فدول بسميهم الحروف المتحركه او الفاولز. ايه الفاولز دي؟ دي الحروف المتحركه في الانجليش، زي بالظبط في العربي كده عندنا فتحه وضمه وكسره، هم دول بقى الفتحه والضمه والكسره بتوع الانجليش، هم دول اللي بيدينوا الحركه بتاعه الكلمه، عشان كده بسميهم حروف متحركه، ان هم اللي بيدينوا الحركه الفتحه او الضمه او الكسره بتاعه الانجليش. تمام، اللي هم مين؟ a e i o u a e i o u a e i o u a e i o u، دول اللي بسميهم الفاولز او الحروف المتحركه زي ما قلنا. فلو لقيت الكلمه اللي عندي بادئه بحرف من الخمسه دول بحط قبلها ايه؟ ان. طب لو الكلمه اللي عندي بادئه بحرف تاني بحط لها ايه بس؟
يعني هي مثلا فيت بدأ بحرف الفي، الفي هنا في دول؟ لا مش فيهم، يبقى احط لها ايه بس. طب الدكتور بدأ بحرف الدي، الدي في الخمسة دول؟ لا برضه مفيش دي، احنا قلنا ايه اي اي او يو، مفيش دي، يبقى برضه احط لها ايه بس. طب انجينير بقى بدأ بحرف الاي، الاي هنا؟ اه الاي موجودة اهي، يبقى احط لها ايه؟ ان، يبقى ان انجينير. she as a vet يعني هي تكون طبيبة بطارية، he as a doctor يعني هو الطبيب، he as an engineer يعني هو مهندس. وهنا بيقول لك خلي بالك من حاجة، ان هي دي بسمها apostrophe مش apostrophe، apostrophe apostrophe apostrophe. الابوستروفي اللي بتيجي فوق دي، ان انا بدل ما اكتب از اي اس كده ممكن اعملها ايه apostrophe وبعدين اس، وشي از نفس الكلام ممكن اكتبها اي اس او apostrophe اس، تمام كده؟ يبقى دي هي هيها دي، هي از ابوستروف اس او هي از اي اس، تمام؟ دي هي هيها دي ودي هي هيها دي. طيب هنا بقول لك هي از ا، الراجل ده شغال ايه اللي قدامنا ده؟ مدرس غلبان اهو، يبقى اسمه ايه؟ تيتشر، يبقى هي از ا تيتشر. طيب مين از ا دكتور؟ واحده، يبقى هي ولا شي؟ احنا قلنا هي مع الولاد وشي مع البنات، يبقى ايه؟ شي از ا دكتور. طب شي از ا اللي بتعالج الأسنان اليمين dentist، يبقى she is a dentist. طيب is an engineer ده ايه؟ he ولا she؟ يبقى ايه؟ he is an engineer. طيب هنا برضو جايب لك نفس الكلام تاني اهوت، الحاجات اللي بتيجي مع ايه والحاجات اللي بتيجي مع ايه اللي احنا لسه قايلينها. قلنا لو الكلمة بادئة ب a e i o u بنحط لها ان، لو بدأ بأي حرف تاني بحط لها ايه بس، زي teacher بدأ بالتي مش موجود في الخمسة دول يبقى احط لها ايه بس، doctor بدأ بالدي مش موجود في الخمسة دول يبقى احط لها ايه بس، vet بدأ بالفي مش موجود في الخمسة دول يبقى احط لها برضو ايه بس. امال هنا apple تفاحة بدأ بحرف الاي، الاي موجود هنا؟ اه موجود، يبقى احط لها مين؟ ان. engineer بدأ بحرف الاي، حرف الاي موجود هنا؟ اه اهو، يبقى احط لها ان. ايس كريم بدأ بحرف الاي، موجود هنا؟ اه اهو، يبقى احط لها برضو ايه؟ ان. طب هنا بقول لك هي از ايه ولا ان انجينير؟ ابص على مين؟ على اول حرف. في ناس يقول لي ايه اصل فيها حرف متحرك، لا ماليش دعوه باللي فيها، انا ليا دعوه باول حرف فيها. يعني فيت فيها حرف متحرك احط لها ان؟ لا طبعا، انا ببص على اول حرف ماليش دعوه باللي جوه. فانجينير بدأ بحرف الاي، الاي متحرك؟ اه، يبقى احط لها ان. فيت بدأ بالفي، الفي هنا؟ لا الفي مش هنا، يبقى احط ايه بس. دكتور بدأ بحرف الدي، الدي موجود هنا؟ لا، يبقى احط ايه بس برضو. ابل تفاحه بدأ بحرف الاي، موجود هنا؟ اه اهو، يبقى احط لها مين؟ ان، يبقى it is an apple. طيب هنا جايب لي توصيل بقى، أول واحدة police officer، police officer، police officer ضابط شرطة، اللي هو مين في دول؟ طبعا ده، يبقى عامل جنبه one. تاني واحد engineer، engineer، engineer مهندس، اللي هو مين؟ طبعا ده، يبقى two. تالت واحدة firefighter، firefighter، اللي هو مين؟ راجل المطافي، يبقى عامل عليها three. رابع واحد teacher، 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 يبقى عامل على دي number four. طيب هنا بقول لي doctor، doctor. طيب هنا عايزين بقى نختار واحد من الثلاثة دول، لكل كلمة جنبها ثلاث صور، بختار أنا صورة منها اللي هي الصورة الصح. doctor ده doctor؟ لا ده engineer. ده doctor؟ لا ده teacher. أمال ده doctor، معلم عليه. اللي بعدها dentist يعني طبيب أسنان. ده؟ لا ده firefighter. طب ده؟ لا ده بوليس اوفيسر. طب دي؟ اه دي دنتست، يبقى علم عليها. طيب تيتشر مدرس، ده تيتشر؟ لا ده بوليس اوفيسر. ده تيتشر؟ اه ده تيتشر. وده مين قلنا؟ ده دكتور، يبقى علم على تيتشر زي الكلمة اللي عندي تيتشر. فيت طبيب بيطري، ده فيت؟ لا احنا لسه قايلين ده اسمه ايه؟ تيتشر. وده اسمه ايه؟ انجينير، تمام؟ يبقى مين الفت؟ اللي هو ده. طيب انجينير، ده انجينير؟ لا يا عم، قلنا ده اسمه تيتشر مش انجينير. طب ده انجينير؟ لا برضه، احنا قلنا ده اسمه دكتور.
طب ده انجينير، اه راجل مهندس اهو. اول ما اشوفكم دكاتره مهندسين كده. طيب بوليس اوفيسر، ضابط شرطه، ده بوليس اوفيسر. لا مش احنا قلنا من شويه ده اسمه دنتست. طب ده بوليس اوفيسر، ما احنا لسه قايلين عليه انجينير اهو. يبقى مين بوليس اوفيسر؟ الاخ ده اللي لابس نظاره شمس بالليل، ده البوليس اوفيسر. طيب السؤال ده بيقول لك look and take true the correct word، يعني اعمل علامة صح جنب الكلمة المناسبة. الصورة دي بتاعت دكتور ولا انجينير؟ طبعا ده اسمه ايه لسه قايلهم من شوية، ده مهندس. اسمه ايه بقى بالانجلش، دكتور ولا انجينير؟ ايوه انجينير، يبقى علم على دي صح. طب تاني واحدة، الراجل ده vet ولا teacher؟ vet قلنا يعني ايه؟ طبيب بيطري. وteacher مدرس، ده مين؟ طبعا ده teacher. طيب police officer ولا firefighter؟ firefighter رجل مطافي، police officer رجل شرطة، ده مين؟ طبعا police officer. طيب vet ولا dentist؟ الصورة دي vet ولا dentist؟ طبعا مش vet، لأن vet طبيب بيطري، ده dentist طبيب أسنان، يبقى علم على دي. بعد كده بقول لك he is an engineer مهندس، ولا he is a vet ولا طبيب بيطري؟ الراجل ده مين؟ قلنا مين؟ انجينير، علم على انجينير. طب she is a doctor ولا she is a vet؟ اللي بيعالج الحيوانات قلنا الدكتور البيطري اسمه ايه؟ vet، يبقى علم قصاد vet. طيب هنا عايزين صح وغلط، صح او غلط يعني. هنا بقول لك he is a doctor، الراجل ده دكتور؟ لا، الراجل ده اسمه ايه؟ برافو، اسمه police officer، علم على دي. لا غلط قصدي، اسف معلش، يبقى ايه؟ غلط، لان ده بوليس اوفيسر مش دكتور. شي از ا فيت، ده فيت؟ لا طبعا، ده احنا قلنا اسمه ايه؟ فاير فايتر، يبقى برضه فولس. طب شي از ان انجينير، دي مهندسه؟ اه شايله حاجه تقيت ولابسه خوذه وبتاع، يبقى مهندسه، ترو، صح كده. طيب بعد كده يا سيدي عايزين الحرف الناقص. اول واحده بوليس اوفيسر، ايه اللي ناقص منها؟ P O L I C E، دي بوليس، P O L I C E، P O L I C E، يبقى P O L I C E، firefighter، F I R E، F I G H T E R، F I R E، F I G H T E R، دي firefighter، F I R E، يبقى دي اللي ناقصة حرف ال I، vet، V E T، V E T، يبقى ال E. dentist d e n t i s t d e n t i s t dentist، يبقى ايه؟ d e. engineer e n g i n e e r e n g i n e e r، يبقى مين؟ ال n. طيب doctor، doctor d o c t o r d o c t o r d o. طيب teacher T E A C H E R T E A C H E R T E A. طيب هنا عايزين نرتب vet، أول واحدة أو ده بحرف ال V، يبقى لسه قايلينها من شوية V E T، V E T. طيب doctor قلنا إيه؟ D O C T O R D O C T O R، يبقى doctor D O C T O R. طيب dentist قلنا ايه؟ D E N T I S T D E N T I S T D E N T I S T. طيب ده مين؟ teacher مدرس، T E A C H E R. engineer مهندس، E N G I N E E R. طيب ده مين؟ officer بس من غير بوليس، O F F I C E R O F F I C E R officer O F F I C E R. شفت اللحن سهل ازاي؟ طيب هنا عايزين بقى نختار الكلمة الصح من الكلمات اللي فوق دي ونكمل بيها الجملة. هقول لك police officer ولا vet ولا she. طيب هنا بقول لك is an engineer، يبقى هبدأ بإيه؟ police officer is an engineer، طبعا ما ينفعش. طب vet is an engineer، برضه ما ينفعش، يبقى she هي، يبقى she is an engineer.
هي از ا، الراجل ده شغال مين؟ قلنا ضابط شرطه اللي هو مين؟ بوليس اوفيسر. قام كاتب دي هنا. طيب بعد كده عايزين نرتب شي، احنا قلنا ايه؟ نحط هي او شي او ات وبعدين از، هي او شي مفيش ات، هي او شي وبعدين از وبعدين اي او ان وبعدين اسم الوظيفه، يبقى شي وبعدين از اللي احنا قلنا ممكن اعملها ابوستروف اس او اي اس وبعدين اي او ان وبعدين اسم الوظيفه، طلع لي الجمله ايه؟ شي از ا فيت. نفس الكلام تحت، هي او شي او ات وبعدين از وبعدين اي او ان وبعدين اسم الوظيفه، ترتبت من غير ما اقرا الجمله اصلا، يبقى هي از ان انجينير. واللي تحت ده خط اكتبوه انتوا بقى. كده يكون خلص الدرس الاول، يا رب يكون دم خفيف عليكم، تكونوا استفدتوا من الفيديو، تكونوا زهقتوا مني. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناه واستنوني عشان انزل لكم بقيه المنهج ان شاء الله. ولو حد عنده سؤال يكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.